لتتمكن ستة جياد من الانطلاق في عشر أشواط الحفل السابع عشر متيمن ويجتاحهم وانتر، لكن والجوزلية والوشمي وجلباب وانطلاقة سريعة يبدأها متيمن مع أصيل السرحاني ابن أوسيم باتريوت، في متابعة أيضا من الجوزلية صاحبة السرعة ابنة نت بوربون بقيادة أحمد الشرار في مسارها المفضل، في متابعة من متيمن إلى ثاني المراكز وجلباب الذي يفضل المتابعة في هذه المسافات إلى ثالث المراكز مع إيدي كاسترو وإنتر، لكن الأعلى تصنيف في هذا الشوط إلى رابع المراكز مع راموس ويجتاحهم خامسا، وهنا الانطلاقة نشاهد مع الجوزلية إلى المركز الأول، الجوزلية الأمتار الأخيرة، الجوزلية صاحبة السرعة تنطلق، هل سنشاهد خيل الدخول في هذا الشوط؟ إنتر لكن الأعلى تصنيف البالغ تصنيفه 86، وهنا نشاهد أيضا الوشمي على ما يبدو منافسة ثنائية، الوشمي يتقدم، ابن جيم لوجست ينطلق إلى المركز الأول ويضيف الفوز الثاني، ما شاء الله تبارك الله، الوشمي ابن جيم لوجست.